في كل مناطق بوتشا وإربن نشاهد جثامين المواطنين ملقاة على الطريق بهذا الشكل. طبعا كثير منهم مدنيون كما تشاهدون وبعضهم عسكريين. بعض الجثث بخلاف هذه الجثة، بعض الجثث تعفنت، بعضها أصبحت هياكل عظمية، لكنها لا تزال ملقاة على الطريق رغم انسحاب القوات الروسية من هنا. هذه بلدة إربن التي شهدت أعنف المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. الدمار هنا في كل مكان، العربات المحترقة والمدمرة وكذلك الآليات والمدرعات الموجودة على جنبات الطريق تملأ الطريق من كييف إلى حيث وصلنا إلى هنا. هذا المكان كان تحت سيطرة القوات الروسية حتى أيام قليلة. الآن كما ترون الدمار في كل اتجاه في هذا المكان الذي وصلنا إليه، بلدة إربن التي كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية قبل أن تنسحب القوات الروسية من هنا. Look, here can't go. هذه منطقة إربن كما تشاهدون. السلطات الآن تحاول إزالة المركبات المحطمة، المدرعات والدبابات المحطمة المتواجدة على طرقات هذه المدينة التي شهدت أعنف اشتباكات. هذه مدرعة محطمة الآن يتم إزالتها من الطريق